تزوج من شابة بعد قصة حب ولشدة حبه إلها، طلبت منه مؤخر 35 مليون دينار. بعد أيام من الزواج أخذت تفتعل المشاكل وطلبت الطلاق. تم الطلاق، لكن المشكلة أن الرجل باع سيارته حتى اللي كان يشتغل عليها، تاكسي يعني بالأجرة، حتى يسد المؤخر مالتها وحتى يطلع من هذه المشكلة. طبعا لتفاصيل أكثر راح ننتقل إلى مراسلنا فراس الحسني في صلاح الدين، خلونا نشوف. يعني أنا طبعا من ضمن هواية ضحايا بهذا المجتمع. اليوم أنا أريد أسولف صدمتي وقصتي اللي دمرت حياتي لحد هذه اللحظة. يعني أنا حبيت حالي حال كل الناس اللي يحبون، حبيت بنية من بنات هالناس هاي، واتفقنا على زواج بعد علاقة دامت يعني فترة طويلة. اتفقنا أنا وأهلها على زواج، فأنا من كثر حبي لها يعني وشوقي وتعلقي بها قررت أنه أفاتح لي بالموضوع ونروح عليهم مشايل. فمن رحنا احنا فالبنية قالت انه انا اريد ضمان المستقبلي وضمان الحقوقي وما اعرف شنو، فطلبت من عندي انه يكون مبلغ الغايب يعني عالي، طلبت انه يكون المبلغ 35 مليون واحنا ناس على قد حالتنا. فاني اثرت على نفسي وضغطت على نفسي هواي وش اسمه، ويعني ضليت افكر بهذا الموضوع. بالاخير قلت انه لا ضير يعني من الموضوع، اكيد انه هي تحبني واحبها، فما مفكر بموضوع الطلاق نهائيا، يعني ما مفكر بموضوع الغايب ايش قد ما يطلبون من عندي. مشينا باجراءات الزواج الحمد لله والشكر في وقتها، وتزوجنا على سنة الله ورسوله. باول اسبوع استاذ بدت المشاكل يعني تتفعل بحياتنا كلش قوية، صارت المشاكل بيناتنا. وبالأخير حسيت أنه الموضوع صار بي تعمد يعني من قبل زوجتي السابقة. بالأخير بعد المشاكل الطويلة اللي صارت يعني أنا بعد ما تحملت الصراحة، وهي طلبت الطلاق أيضا والأهل ضغوطات الأهل وما أعرف شنو، طلقتها زين. وأنا كان عندي سيارة أروح أشتغل بيها تاكسي يوميا، بعت هاي السيارة وقدرت أنه أتداين منها ومنها، ودفعت لها فلوس الغايب اللي هي 35 مليون. ظلم والله العظيم ظلم، يعني من غير أي وجه حق يعني صارت هاي المواضيع كلها، وصار موضوع تجارة الموضوع يعني صار واضح. زين شنو اللي جبرك تطلقها؟ ليش ما خليتها هي تطلقك يعني باعتبار هي المشاكل من عندها؟ يعني بعد المشاكل الكبيرة والضغوطات النفسية اللي عانيت من عندها، يعني أنا مريت بظرف جدا عصيب في فترة كانت كلش الحياة متعسرة وياي، وأنا ردت هذا الموضوع موضوع انفراج، ما ردت موضوع يجي يضيف علي هموم فوق همومي أنا، وفوق الهموم العائلية اللي نعيشها وفوق هموم الدنيا بشكل عام. لكن تبين أنه الموضوع صار عبء فوقاي أكثر وأكثر، وحسبي الله ونعم الوكيل. لأن الإنسان اللي تاجر بالناس واللي تاجر بأموال الناس واللي تاجر بنفسه أيضا ما هو إلا إنسان يعني ما ماشي بحكم الله سبحانه وتعالى ولا ماشي بشرعه. زين من خلال ما شاهدت القضية هي وحدها لو أكو ناس مشتركة بها من أقربائها، يعني سواء كانت أهلها أقربائها أكو اللي لمسته، يعني اللي لمسته أنا بحالتي الشخصية أنه الظاهر أنه أكو شبكة مجتمعة بهذا الموضوع، وصاير بيها يعني اتفاقات سابقة، وصاير بيها أنه تحديد الشخص المعين اللي هو أنا اللي طلعت بدور المغفل زين. يعني الظاهر أنه أكو اتفاقات مسبقة يعني من قبل أهلها وياها حتى يوقعوني بالشرك اللي ما قدرت أطلع من عنده إلا وأني ضاب اللي عندي واللي حواليه واللي فوقاي واللي جوايه.